بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم رسائل صحية. هذا البرنامج الذي يطل عليكم يوميا عبر شاشة القناة الثالثة الرياضية من دولة الكويت، والذي نتطرق فيه للعديد من المواضيع الصحية والغذائية والرياضية، فإن شاء الله تكونوا متابعين ومستفيدين وفي نفس الوقت مستمتعين معنا. ونكمل حديثنا في هذه الحلقة فيما انتهينا إليه من حلقة الأمس بخصوص التوصيات الطبية والرياضية فيما يخص الحج، والحج يعني بإذن الله حق اللي ناوي على الحج إن شاء الله من أجمل التجارب راح تمر عليها، وما راح يقصرون عليك سواء الحملة اللي كنت فيها أو البعثة، سواء بعثة طبية من وزارة الصحة أو وزارة الأوقاف، موفرين كل شيء. والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية أبدا ما شاء الله كل الحج يعني مبيضتها في رعاية وحماية وتوفير وتسهيل كل شيء للحجاج. فصدقوني اللي ناوي على الحج إن شاء الله راح تكون تجربة ممتعة له، واللي مناوي وما حج على قولتهم ما كمل فريضته خلي ينويها السنة القادمة بإذن الله. نكمل بس كلامنا فيما انتهينا به الحلقة الماضية عبر أن الأدوية، أي أحد يأخذ يعني أي أدوية لأي مرض مزمن خلي يأخذ كمية كافية ويوزع بين الجنطتين، سواء كانت جنطة الوزن أو الجنطة البيدة، لا سمح الله يصير في تأخير أو شيء، فأنت عندك احتياط من هذه الأدوية. وقلنا أن دائما اسأل الطبيب بدرجة يعني حرارة حفظ الأدوية، وأيا كان الدواء لا يجب أن يترك بالجو الحار أو بالسيارة بالجو الحار وتحطه، وإنما يجب أن يكون في درجة أغلب الأدوية في درجة حرارة الغرفة اللي ما تزيد عن 24 أو 23 درجة سيليزية. وهناك بعض الأدوية استثناء توضع بالثلاجة نفس إبر السكر أو أقلام السكر، فهذه شغلة مهمة جدا يجب أن يراعيها اللي يأخذ هذه الأدوية. وفي حال لا سمح الله انقصت الأدوية ضاعت الأدوية، فاذهب دائما الى طبيب او طبيبه الحمله اللي انت تابع لها، طبيب الحمله راح يوفر لك اياه. في كل الحملات هناك على قولتهم صيدليه يعني صغيرونه فيها بعض الادويه، خاصه الادويه المشهوره اللي ياخذونها اللي اخذها بالكويت، ادويه الكوليسترول والسكر والضغط. واذا لم تتوفر هذه الادويه طبيب الحمله راح يدق على البعثه الطبيه وراح يوفر لك الدواء، واذا الدواء مو جايبينه البعثه هناك بعض الادويه متخصصه راح يتم الاتصال ب الأشقاء بالمستشفيات في المملكة العربية السعودية وسيتم توفير البديل لك بإذن الله. لكن الأفضل نفس ما قلنا أنك تجيب عدتك معك. شيء ثاني، هل تحتاج تأخذ أدوية معك إذا أنت الحمد لله بصحتك وما عندك أي مرض مزمن؟ أنا يعني دائما أقول أن أنت على الأقل أخذ بعض الأشياء البسيطة اللي إذا احتجتها تكون تحت يدك. يعني من أهم هذه الأشياء خليك مسكن عام، مسكن لطيف ايا كان نوعه انت تفضله، سواء الباراسيتامول ايبوبروفين ايا كان نوعه، خل عندك هذا المسكن البسيط ممكن تحتاجه، خاصه هناك في الحج احيانا النومه شويه تعتفس، خاصه مع المناسك، ومع خاصه من يعني تبدا مناسك الحج بعض الناس يعني سهر وينامون ويقومون، فممكن حوش صداع هذه يعني عندك هذا المسكن الطبيعي. ايضا ممكن تاخذ لك كريم مرطب، هذا شيء مهم جدا لان هناك يعني نكون وايد بالجو الخارجي فممكن الجلد يحوشه جفاف، فالكريم المرطب ايضا شيء ننصحكم فيه. ايضا كريم التسلخات الجلديه، وهذا طبعا يحدث مع لبس الاحرام والاحتكاكات فتحدث التسلخات الجلديه، هي موجوده بالحمله، لكن انا ودي ان تجيبون كريم بسيط عشان اول ما تحس بالاحمرار او حتى قبل، اذا انت بالناس تدري ان لا مع المشي ومع التعرق وشيء ممكن تحوشك التسلخات، حط هذا الكريم قبل وقاية قبل تحوشك الاحمرار وشيء. فأيضا كريم التسلخات أيضا مهم جدا. يمكن الشيء الأخير أنصحكم فيه قطر ترطيب العين، إذا أنت من الناس اللي عيونك حساسة مسوي ليزك صار لك فترة رطب عينك، لأن هناك يعني أيضا ممكن الجو يساعد على مشكلة جفاف العين. فهذه من يعني ثلاث يعني أدوية بسيطة جدا أنصحكم أن تكون معاكم في الجنطة. وأيضا ممكن أزيد ان اذا انت عندك حاله معينه من الربو او الحساسيه او شيء خل عندك، مع انه لو كان الربو الحمد لله فاتش عنك او الحساسيه فاتش عنك، وانما احتياط خل عندك بخاخك وخل عندك حبوبك مالت الحساسيه. خل ناخذ فاصل قصير ونرد نكمل في هذا الموضوع. رجعنا لكم بعد الفاصل والحديث متواصل حول التوصيات الطبية لما قبل الحج. خلصنا من موضوع الأدوية، أخذت حاجتك وخذ زايد من حاجتك وخزنتها صح؟ الحين
وهذا يعني هذه نصيحة دائما نقولها حق الناس اللي مو متعودين على الرياضة. إذا أنت ما شاء الله عليك إنسان رياضي وتحرك عضلاتك وتروح النادي وبطاتك قوية وعضلات الفخذ قوية، فأنت ما تحتاج شيء. كل اللي تحتاجه أنك تتأكد أنك جايب معاك حذاء أعزكم الله مناسب للمشي. هناك راح يكون في وايد مشي، لا تعتمد على النعال. بعدين النعال مع يعني مع المشي الكثير ممكن تسبب احتكاكات بالقدم، تسبب تقرحات بالجلد، وانت ما تبي، انت بالحج ما تبي يعني شيء يضايقك، تبي يعني تتفرغ للطاعه والعباده ولهذا المنسك العظيم. لذلك اذا انت من الناس اللي ما شاء الله عليهم يتحركون، بس اللي مطلوب منك جوتي او حذاء عزكم الله مناسب للحركه ومناسب للمشي. طيب اذا انت ما تسوي رياضه، ما تتحرك كلش، يعني الحين اقول لك طبعا هذه نصيحه حق الحج وحق ما بعد الحج. لازم شويه تتحرك قبل الحج، لازم شويه تحرك العضلات وتقوي العضلات. فابدا بمشي خفيف، زيد يعني وتيره المشي كل يومين ثلاثه على الاقل، حاول تمشي ربع ساعه، ثلث ساعه، 30 دقيقه. ليش؟ اذا انت كلش ما تسوي اي نوع من الرياضه، بالكويتي رمادي ها، وبتروح فجاه بتمشي لك كيلوين او تمشي كيلو ونص، كيلوين ثلاثه، ترى انا شفتهم ها اخر يوم، هذول اللي ما يتحركون كلش، دكتور بطاتي، دكتور ظهري، دكتور فخذي، فيحوشهم الام عضليه. ليش؟ لان العضله ضعيفه جدا، مو متعوده على الحركه وعلى المشي، وتدري يعني مكه شويه في صعده ونزله وروحه ورده. فلذلك عود عضلاتك، لو كان مشي بسيط لا تظلم عضلاتك. ودائما اقول ان انت اذا يعني كلش ما تسوي حركه، ترى يعني انت مخطئ جدا في حق جسمك. يعني من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام العظيمه ان لبدنك عليك حقه، لذلك لازم تعطي حق البدن من الرياضه وتقويه العضلات مهما كانت الفئه العمريه اللي انت فيها ومهما كانت الظروف الصحيه. ترى حتى اللي عنده خشونه بالركبه ومثلا يتعب من الحركه، دائما اقول حق حجيات وعياده، خالتي ايش كثر تقدرين تمشين ما تتعبين؟ تقدرين تمشين ثلاث دقائق وما تتعبين؟ امشي هالثلاث دقائق، ترى وايد زينه وايد مهمه حق عضلاتك وحق مفاصلك. فاللي بقوله اذا انت من الناس اللي كلش لا يتحركون، يعني لا حرك شوي عضلاتك عشان لا سمح الله يعني لا تحوشك على سبيل المثال الشد العضلي والالام اللي هناك. طيب شنو تحتاج ايضا انصحك انك تاخذه؟ يمكن ثلاث او اربع اشياء اختم فيها. خليك نظاره شمسيه. النظاره الشمسيه وايد ناس يظنون انها يعني كشخه وحق السكبه وكذي، لا، النظاره الشمسيه مهمه، تحمي العين من شيئين مهمين. الشيء الاول من اليو في بي او الاشعه فوق البنفسجيه خاصه الحزمه باء، هذه اللي تضر العين، فالنظاره تحميها. وكذلك النظاره تحمي عينك من الغبار ومن الاشياء اللي تدش، وتحمي عينك من الهواء، تحميها من الجفاف. فنظاره شمسيه يعني ما اقول لكم اشتروها غاليه، لكن اشتروا نظاره معتمده فيما يخص حجب الاشعه فوق البنفسجيه. الشيء الثاني الكبوس، يعني خاصة لنفسي ما عندهم شعر وكذي، فموضوع الكبوس والوقاية من الشمس أنا ممكن يعني تحتاج. أنا أحيانا أيام تكون مشمسة جدا، تبي تروح مثلا الطوف، أو لا سمح الله صار زحمة طفت فوق في الحرم المكي، ترى الشمس خاصة إذا يعني أنت على وقتك طفت في الفترة الصباحية، الشمس يعني على راسك، فيعني يفضل أنك تحمي يعني راسك بأي شيء من الشمس. وأيضا الشيء الثالث كريم الوقاية من الشمس، أيضا من الأشياء اللي ننصح فيها، خاصة حق هو حق الجميع، يعني خاصة حق اللي عندهم مشاكل جلدية، اللي عندهم وردية، اللي عندهم أكزيما، اللي عندهم جلد حساس. كريم الوقاية من الشمس سان سكرين، اشتر لك نوع، أنا ما أقول لك غالي اللي يكتبوا عليه 100%، اشتر لك اللي بو 30%. ودائما قبل لا تخرج من الفندق الى المناسك او شيء بعشر دقائق او ربع ساعه استخدمه، خاصه على الوجه، خاصه على منطقه وراء الرقبه، على الاذنين، على الكفين، على اليدين، هذه حمايه من الشمس، حتى لا سمح الله لا يعني تزيد عندك الورديه او الحساسيه او الاكزيما هناك في الحج. بالنهايه اتمنى لكم دائما الصحه والعافيه، نتمنى تكونون يعني استفدتوا على موضوع اليوم، سواء كنتم ان شاء الله ناوي تحجون هالسنة أو تحجون بالسنوات القادمة. أيضا يعني تابعونا الحلقة القادمة، يمكن راح نختمها بالنصائح اللي تسويها وانت في مكة المكرمة وانت في الحج. نشوفكم إن شاء الله غدا في نفس هذا الموعد وحلقة جديدة من برنامجكم رسائل صحية.